وبدأنا معاكم الجزء الثاني من حلقة النهاردة اللي اتفقنا هنتكلم فيه عن الأستاذ العظيم الأستاذ عبد المنعم إبراهيم الله يرحمه، ونتكلم عن تراثه الفني كله، نتكلم عن حياته، نتكلم عن تفاصيل كتيرة جدا. ومن دواعي سرورنا وبيشرفنا دلوقتي على التليفون الأستاذة سمية عبد المنعم إبراهيم بنت الأستاذ، منورانا يا فندم ومنورة الراديو 90-90. الله يخليك أنت، شكرا ليك. إحنا التراث الفني في السينما، احنا لو هنتكلم على كل اللي قلته ده احنا هنقعد ساعة بقى. لا سيبلنا احنا التراث الفني وعايزين بقى نروح للإنسان الأستاذ عبد المنعم إبراهيم. احنا بنعشقه في كل أدواره سواء في السينما في المسرح في الدراما، لكن حضرتك معاكي الحكايات، معاكي الإنسان عبد المنعم إبراهيم. نبدأ من الأب. الأب كان إزاي؟ الأب كان زي أي أب عادي، بيحب ولاده وبينفذهم كل رغباتنا. يعني ما كانش أب، كان حنين جدا، ما كانش أب قاسي، كان كوميديان في البيت برضه، يعني نفس ما بنشوفه على الشاشة، ما بيحبش النكد بالظبط. هو عبد المنعم إبراهيم ما كانش بيحب النكد خالص، يعني نهائي. وقت غضبه بقى أو زعله مثلا يعني لا قدر الله من حضرتك في موقف او حاجه، غضبه والعقاب مثلا ومتضايق وزعلان انه يخصمني بس وده طبعا افظع شيء كان بيظهر، ده كان اقصى حاجه انه ما يكلمنيش. لا عمره ما مد ايده على حد فينا زي قصدك كده يعني. لا هو اقصى حاجه يعملها ان هو ما يكلمني، وده طبعا عقاب شديد جدا يعني طبعاً. ان احنا ما نكلمش بابا. وهو يعني احنا ما بنشوفوش الا كنا حاجات قليله، يعني يمكن يوم الجمعه الأوقات الأجازات، لأن هو كان على طول مشغول. طبعا ما أنا ده يعني ما بقناش نشوفه بقى لما دخلنا الجامعة وكبرنا يعني. ما ده كان السؤال التاني لما حضرتك. كان يعاقبنا كان ما كان يقول لي أنا مخصمك بس علام منك. ما كانش أب قاسي، لا كان أب حنين قوي، وكان يعني مش عارف أقول إيه، يعني هو زي أي أب بيحب ولاده. طبعا النقطة اللي حضرتك اتكلمتي عليها هو ده كان فعلا سؤالي التاني لحضرتك. مع كل الأعمال والتراث العظيم اللي سابهن الأستاذ، الوقت اللي كان بيلاقيه بسيط جدا يقعدوا معاكوا حضرتك، كنت بتقولي يوم الجمعة بس، طب اليوم ده كان بيقدر يستغلوا معاكوا ازاي؟ يعني كان يفطر معانا لو نزل مشوار ولا وراه حاجة ينزل يعملها ويرجع يتغدى معانا، وممكن يقضي يدخل ينام شوية الظهر وبعدين يقعد معانا شوية، لو هينزل بقى وراه برضو كان مشوار يخلصهم ويرجع. ما كانش زي ما بيبقى عنده تصوير ومسرح بعدين، إلا لو عنده مسرح طبعا بينزل بالليل على ميعاد المسرح. مين كان أقرب الأصدقاء لي يا أستاذ؟ لا هو كل اعضاء المسرح القومي كانوا اصدقاء، يعني الله يرحمه محمد دفراوي، عبد الرحمن ابو زهره ربنا يديله الصحه يا رب، توفيق الدقن، رشدي اباظه، صلاح ذو الفقار، محرم فؤاد، يعني كل دول كانوا اصحابه واصحابه يعني، دول كانوا وكان المقربين. وكان صديق الانتيم له كان مخرج مسرحي الله يرحمه اسمه محمد عبد العزيز. ده كان المقرب قوي قوي يعني، ده كان المقرب ليه قوي لدرجة انه كان يمضي لنا الشيكات بتاعته اوقات لما كمان لما يسافر وينسى يمضي. انا عايز اتكلم مع حضرتك في نقطة معرفش هو الاستاذ نفسه اتسأل السؤال ده في حياته ولا لا، لكن ممكن ان شاء الله نلاقي الاجابة عند حضرتك. ايه؟ كفاحه وقصته ووصوله لمرحلة النجومية اللي وصل لها الاستاذ، هل كان في حلم من أحلامه ملحقش يحققه، ولا كانت دي أحلامه حققها كلها في حياته؟ لا كان حلمه أن يعمل مسرحية البخيل على المسرح القومي المولير. ده كان يعني من الأحلام اللي كان نفسه يعملها. لأن دي أول مسرحية عملها وهو صغير. كان نفسه يعيدها يعني، كان نفسه يعمل، كان عملها طبعا مش على المسرح القومي، عملها في المدرسة. كان نفسه يكررها ويعيدها لكن على المسرح نفسه القومي. كان نفسه يعمل مولير اللي هي البخيل على المسرح القومي. وكان بيجهز لها فعلا وبيعد لها هو والقديرة سميحة أيوب. ربنا يديها الصحة. كانت هي مديرة المسرح القومي ايامها. لكن للأسف يعني ما سعفوش العمر بقى. كتير مننا يعتقد إن الأستاذ إسماعيل ياسين واشتراكهم مع بعض في أعمال كتيرة
يعني ادانا اعتقاد كده لكل المتابعين والجمهور ان هم في كيمياء كده ما بينهم وحب وصداقه جديده. بالظبط. تحكي لنا عنها. يعني انا هي المره الوحيده يمكن اللي شفت فيها العبقري اسماعيل ياسين الله يرحمه. الله يرحمه. كنا في المدرسه لان ياسين كان معانا الله يرحمه برضه. الله يرحمه. كان معانا في المدرسه كان اكبر مني. فكان هو جاي ياخد ياسين وبابا كان جاي ياخدنا. واتقابله لقيت بابا نزل من العربيه وجري على عربيه اسماعيل ياسين ووصى عليه اهلا استاذي العظيم. يعني دي حاجة أنا بالنسبة لي كنت أيامها باين ستة ابتدائي حاجة كده. فبصت لها حاجة كانت غريبة يعني بالنسبة لي. غريبة من ناحية إيه يا أستاذة؟ يعني بابا بيسلم على حد بحرارة قوي يعني ما هم كلكم فنانين زي بعض. يعني عارف طبعا أدركتها بعد كده إن ده أستاذه. هو بيعتبره أستاذه برضه. طبعا طبعا. الهوايات للأستاذ عبد المنعم إيه غير بقى طبعا إتقانه العظيم وبراعته في الفن؟ القراءة. أكيد كان ليه هوايات قراءة. كان بيحب يقرأ إيه؟ كان بيحب يقرأ أي حاجة على يعني أي حاجة تقع تحت إيده يقرأها. أي حاجة. أي فيلم جديد يتفرج عليه يشوف عشان يقارن. كده يعني. طيب الـ 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 المقتنيات الـ 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 الأعمال السيرة نفسها ما فكرناش ان احنا مثلا يكون في كتاب عن الاستاذ الراحل عبد المنعم ابراهيم؟ انا بكتب الكتاب ده ان شاء الله وربنا يسهل يعني. انا السؤال جه في وقته. بس للاسف في واحد جه سرقني في البيت. يعني هجام نط على البيت سرق كل ما املكه. وسرق الموبايل اللي بتاع ده اللابتوب عليه الداتا. فهنرجع نكتب من الاول. لازم بكتبها من اول. معلش ربنا معاكي. ان شاء الله بس انا عارفاها يعني. ان شاء الله هكتبها بسرعه يعني. هو لو كان بيسمعنا اللي خد اللابتوب يا ريت ترجعه لان اللي جوه اللابتوب اقيم واغلى بكتير قوي من اللابتوب. يا ريت يا ريت يا ريت يعني حطها على فلاشه ورمالي على عتبه الباب. بس مش عايزين اللابتوب. مش عايزه منه اكتر من كده. طيب استاذه سميه ال- 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 الكتاب اللي حضرتك هتكتبيه اللي فيه طبعا مسيرة الراحل الأستاذ عبد المنعم إبراهيم، هل ده كافي ولا ممكن برضو يكون فيه تفكير مثلا زي عدد من العظماء في بلدنا أقيم ليهم متحف للمقتنيات؟ هل ما زلنا نحتفظ بعدد من مقتنياته مثلا ملابسه في الأفلام؟ بص هو بابا مات من حوالي 32 سنة. فما بقاش فيه مقتنيات كتير يعني غير الشهادات اللي هو خدها يعني. الشهادات فقط، شهادات التقدير والحاجات دي. انما حاجته اغلبها توزعت. يعني كان البيت سايبينه لاخويا فوزع كل حاجه يعني ما خدش باله ان دي حاجات قيمه جدا ومقتنيات. يعني انا ما عنديش غير قلم له. حتى الساعه سرقها الحرامي وسرق شويه حاجات. سرق المحفظه بتاعته والبطاقه والكرنيه. كل ده كان في القسمه برضه اللي سرقها. فما بقاش عندي للاسف مقتنيات كتير له. الطربوش عندي والقلم بتاعه هم دول اللي انا هحكم عليهم. يا ريت الحاجات دي صورها تنزل في الكتاب يا استاذه سميه او حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. انا عندي صور كل حاجه. فهنزلها. احنا في انتظار الكتاب ده ان شاء الله. ان شاء الله يا رب يا رب خير ان شاء الله. استاذه سميه لو حابه النهارده واحنا بنقدم له ولو جزء بسيط جدا 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 من العطاء اللي قدمه لنا طول العمر، حابين النهارده نرجع له ولو جزء بسيط من الـ 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 الحلو اللي انا فخوره بيه ان انتوا لسه فاكرينه بعد 32 سنه وبنحبه. الكل فاكره والكل بيحبه. حتى الاطفال بلقاهم عارفينه طبعا من سر طاقيه لخله من سكر هانم. ايوه يعني زي دي سعادتي. وده كفايه يعني. هو ساب لنا تراث عظيم. انا افتخر بيه يعني. هو اب انا افتخر بيه بصراحه. فيلم اشاعه حب بتحبيه؟ ما من الروائع بتاعته. بحبه قوي الفيلم ده برضه. هو كان ايه احب كل الناس بتحبه لاني اول ما بجيب سيرته قدام اي حد الفيلم ده يجنن. فيلم يعني عظيم. كان معاه طبعا يعني مش العملاق يوسف وهبي عميد المسرح العربي. عميد المسرح. و
السؤال اللي كنت هقوله لحضرتك هو في حياته كده كان دايما لو قال لكم على احب واقرب الاعمال اللي هو بيقول عليها انا العمل ده كان بالنسبه لي حاجه عظيمه جدا، كان بيحب ايه من اعماله هو؟ الثلاثيه. الله، دي كانت بالنسبه لي. وكل اعمال المسرح القومي، كل عمل عمله في المسرح القومي كان بيحب المسرح بيعشقه، لذلك ان الجنازه خرجت المسرح القومي. طبعا. يعني هو كان بيعشق المسرح، بس هو كان بيحب الثلاثيه قوي. انا لما كنت امبارح بطلع معلومات عنه لقيت صفحات كتير على مواقع التواصل حبا فيه الناس والجمهور عاملينها له. الحمد لله. الحمد لله. والمعلومات اللي عندي ان هو من الغربيه لكن اتولد في بني سويف، صح الكلام ده؟ ده صحيح، قعد 3 سنين في بني سويف مع وبابا كان بيشتغل هناك. هو اتولد في بني سويف لكن هو من 100 بدر حلاوة، مركز الغربية، محافظة الغربية، مركز تمنوت. طب هو كده أنا أفتخر إن أنا من 100 بدر حلاوة، من البلاد الجميلة. أحسن ناس. هو كده بقى أستاذنا مقسوم نصين، ما بين ابن للدلتا ومن بين ابن للصعيد. إيه كان الأقرب لي؟ يعني إيه الشخصية المقربة لي؟ 100 بدر. 100 بدر ما هو مدفون هناك، ده كانت وصيته إن يدفن في البلد. لكن ما فيش عرق صعيدي خالص كان عنده. لا خالص. قلت طالما اتولد هناك ممكن يكون عنده عرق صعيدي كده. لا بس هو قعد 3 سنين من يوم ما اتولد في بني سويف. صغننين يعني، حبه صغننين قوي. لو هتوجهي له كلمه كده في نهايه كلامنا الحلو كده عنه تقولي له ايه؟ هقول له وحشتني قوي. الله يرحمه. الله يرحمه. انت شرفتينا يا استاذه سميه واحنا مبسوطين جدا 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 بمكالمتك معانا النهارده. انا كان نفسي يبقى موجود ويشوف احفادي، كان هيطير فيهم اروى واي. لانه هو كان بيحب ولادي قوي برضه. ربنا يخليهم لك يا رب. ده اللي كان نفسي فيه يعني. ربنا يخليهم ويحفظهم. الله يخليك. نورتينا يا فندم. الله يخليك. انا اللي ميرسي قوي على المداخله الجميله دي. بشكر حضرتك وبشكر الجمهور اللي بيحبه كله. العفو يا فندم. ويا رب يفضلوا فاكرينه على طول. طبعا هنفضل فاكرينه بتراثه العظيم اللي سابه لنا. الحمد لله.